فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى خلف الصف وحده فهل صلاته باطلة؟ أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، أن يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.